سيدي بالعباسة. في قلب القطاع الوهراني تقع ولاية سيدي بالعباسة. وإلى الغرب من الجزائر العاصمة نجد عاصمة المكرة، والمكرة هو الوادي الذي بنيت على أحد ضفتيه مدينة سيدي بالعباسة يوم وضع حجر أساسها. قبل ما كانتش مدينة هنا، كانت قلت لكم منطقة بدوية يسكن فيها بني عامر، كانوا ربما دوار، كانوا دشر، ولكن ما كانتش مدينة. أبارتير دو 1840 باش نعمو 1840 أسوا تكنة باش تكون رابطة ما بين تلمسان ومعسكر، الوحدات العسكرية تاعهم، وما بين راس الماء ووهران. فيما بعد التكنة هذه طوروها وردوها وقروا باش تولي مدينة، بعد ما كيفاش نقولوا، بعد ما استطاعوا أن يحددوا من أطار الأمير عبد القادر. دونك داروا مدينة عسكرية بمعنى مبني عليها سور، ودور في ذاك السور هذاك أربع بيبان كما ذكرنا، ربما باب وهران في الشمال، باب تلمسان في الغرب، باب معسكر في الشرق، وباب الضايا في الجنوب. والمدينة هذه أسسوها دونك كانت مدينة عسكرية، من باشبها عسكرية أساسا يعني. سميت المدينة بسيدي بالعباس نسبة إلى الولي الصالح سيدي بالعباس البوزيدي. بالعباس هوايا فيها تحلالي، بالعباس أنا ما نقدر لفراقك محال، يا زينة المحبة يا رح جبالي، أنا من صغري عاشقك ونعزك ما زال. تتوسط كلا من وهران وتلمسان وتيموشنت وسعيدة ومعسكر. هي ولاية فلاحية بامتياز لأنها تعرف بإنتاج الحبوب والكرومة. نشأت سيدي بالعباس كمعسكر فرنسي العام 1843. سيدي بالعباس تميز بعمق تاريخي على كل حال، منذ عرفت كل ما عرفته الجزائر من تاريخ ومن أحداث تاريخية، ولكن كانت في الأخير في القرون ما قبل الاستعمار كانت منطقة نجم نقول بدوية، ما فيش مدن، مش مثل تلمسان ولا الجزائر العاصمة، ولا كانت منطقة تتميز بسكان بدويين. وفي المقابل كان أهلها سباقين لمقاومة الاستعمار والاستيطان بداية من العام 1845. اللي بقت مشهورة في التاريخ هجرت بني عامر في 1845 في لومو دو جانفي، في يناير بعد القمع تاع الفرنسيس هجروا قبائل بني عامر، سكان بني عامر كلهم إلى كلهم ولا عدد كبير منهم إلى المغرب، التحقوا بالأمير عبد القادر، ولهذا بقت المنطقة هذه شبه خاوية يعني. وهذا اللي في نفس الوقت دار صعوبات للإدارة الفرنسية لأن كانت الأرض خاوية مبقاش فيها، ودار ثاني تسهيلات لأن كان تسمح لها باش تجيب المعمرين ودارتهم تماك. البني عامر هادو قعدوا في المغرب تقريبا 1845 حتى 1847 قرروا باش للرجوع للمنطقه هذه بلادهم،
ولكن نرجعوا ناقصين، لأن تصور باللي أطفال مرضى شيوخ كلهم في هذه المسيرة إلى فاس، وفي الرجوع فرانسيس يقولوا ضاعوا تقريبا 70% من بني عامر، ولما رجعوا لقاوا الأراضي راحت، دها الاستعمار وفرقها إكسترا، ولهذا استقروا أمام المدينة في مكان داروا فيه قرابة برا على المدينة المنحصرة المبنية، وحاليا ما زالت هذا المكان يسموه القرابة، حي ولا حي العرب يسموه القرابة. وما تطورت المدينة هذه، العرب اللي كانوا في المدينة في القرابة هذو يعني كيفاش نقول تحضروا في شيئا ما، وداروا بنايات، القرابة هذو كلها بنايات، بنوا مساجد، داروا مدارس، وطورت ولات اون فيل كيفاش يقولوا الفرنسي يقولها ومن بعد المؤرخ الجزائري يقولها اون فيل ديوال، يعني مدينة فيها زوج مدن، مدينة عربية بكل ومدينة فرنسية. الأمير بقادر كان ساندوه قبائل بني عامر، ولهذا بقى الأثار تاع الأمير بقادر تاريخيا حتى في الأماكن، يعني حتى في الأماكن فيه شجرة. الشجرة الحديدية هذه شاهد على التاريخ، تحت هذه الشجرة كان يستريح الأمير عبد القادر، يشرح خطة الحرب ويصلح بين الناس، وهنا بايعته قبائل سيدي بالعباس على مواصلة الجهاد. نحن في مدينة سفيزف، أول بلدية ودائرة لولاية سيدي العباس. نحن رانا تحت الشجرة الحديدية. هذه الشجرة الحديدية لماذا سميت بالشجرة الحديدية؟ هذه الشجرة حديدية لأن عمرها يزيد عن 5 قرون. هي شجرة فستق أطلسي تسمى في سيدي بالعباس شجرة البطمة أو البطومة، وهي مصنفة كتراث عالمي العام 1912. نسكن سفيزف، راه في عمري 70 سنة، هذا العين راه مجدود مقدم، ونسمعوا باللي قالوا عليها راه تداوي الكلاوي قتل الحجر من الكلاوي، وراها مرموها في 2007 وانا نشربوا منها لحد الان، وراها منفعها تاعها ينفع. يوجد بولاية سيدي بلعباس معالم طبيعية وسياحية وثقافية ودينية تجعلنا نسعى إلى تطوير عدة أنواع من السياحة، كالسياحة البيئية والسياحة الجبلية والسياحة الرياضية والثقافية والدينية. هذا إذا قمنا بتهيئة المرافق الدينية والمعالم الثقافية كالقصور التي تسخر بها الولاية والقبة السماوية. وكذلك يوجد بولاية بلعباس 28 وكالة سياحية و14 مؤسسة فندقية مصنفة من 0 إلى 4 نجوم. العباس كين نجمة في الغرب تلالي، العباس زينها يعجب فيه مسال، الكل فيك يعجب والزين قبالي، وهواك كي تغطي داوي العلا. مدينة سيدي بلعباس تمتاز بهندسة معمارية متميزة تمزج بين القديم والحديث، فهذه القصور المتميزة بأشكالها وهندستها تحصي منها الولاية 13 قصرا. وهذا القصر هو مقر بلدية سيدي بلعباس حاليا. بلعباس هوايا يا وفيها تحلالي، بلعباس انا ما نقدر لفراقك وحال، يا مدينة المحبة يا راحة بالي، انا من صغري عشتك ونعزك ما زال.
وهذا شارع الجمهورية يمر به الترامواي الذي يختصر للسواح جولة اكتشاف المدينة. وبإمكان زوار سيدي بلعباس اقتناء هدايا تذكرهم بأنهم كانوا ضيوف عاصمة المكرة ذات يوم. عباس هوايا وفيها تحلالي بلعباس أنا ما نقبل الفراق وحالة يا بنينة المحبة يا راحة بالي أنا من صغري عاشقك ونعزك باسا. يتوسط المدينة مسجد أبو بكر الصديق، والمسجد العظيم أول وأقدم مسجد بني بسيدي بلعباس العام 1884. القبة البيضاوية هذه بنيت العام 1954 لتكون سقف سوق مغطاة، وهي مصنفة عالمياً من طرف منظمة الفاو. شارع المقطع أو لا مقطع هو الفضاء الذي يفتح أحضانه لاستقبال العائلات من بلعباس وخارج بلعباس خلال العطل والمناسبات. مرحبا بكم في بلعباس، هنا راكم في البولفار لا مقطع بالعربية شارع المقطع. هو البولفار كبير هنا في بلعباس، معروف كشغل بلاصة يجوا فيها العائلات العباسية أو السواح اللي يجوا منا ومنا هنايا، سيرتو في الصيف يكون هذا مكان فيه الموفمون فيه حركة. أنا من جيجل أوتوماتيك مور، راني هنا دوبوي شحال نخدم لا ريستوراسيون لا غاسترونومي تو وبلاد شابة كيما راه شغل كيما حكينا عجبتنا ريحنا لهنا. حنا رانا اون فامي هنايا، جينا لولاية سيدي بلعباس نحوسو شوية نفوجو كاع. أيوا بلاد مليحة عجبتنا فيها لا سيكيريتي الأمان، هاشيها مليح يعرفوا يتعاملوا. جيت لبلعباس راني غير في حسيت بروحي راني غير في البيض بلادي نورمال، جيت نفوت كيما هنا كيما لهي الحمد لله يا ربي. لا سيكيريتي الأمان، ناسها ملاح، رانا نخرجوا نشوفوا نتعرفوا على بلاد الجزائر. انتو بلعباس كان عندنا بحيره، كان بحيره سيدي بلعباس بلاصه شابه ناتورال، كانت يعني غابات، كان غابه ما هو الغابه بحري السعد بحريز، كاين تسالج بالعطوش ثاني بلاصه شابه. نحكي لك في لي زونفيرو هذه كان تاعنا الواد هذاك تاع سيدي حمادوش وتارنو وفي لافيل في السونتر فيل ترقاو شو هي شابه في الاركيتكتير، عندها ان بون اركيتكتير قديمه تاع لي زاني 1800 ميم بليس بلا ماكطه يعني لا ميم شوز زاد دراما ترام خدمات ميم لي زوتيل، كاين لي زوتيل كاين ميم لي دورتوار تما شغل راها تديفلوبا صافي بليزير. بلعباس معروفه بلي بلا تراديسيونيل تاعها تلك الحريره باغ اكزومبل، عندها في القطويات في الحلويات عندها الكحك من العادات والتقاليد، عندها الكحك عندها المقروض. بالنسبة لللباس المرأة العباسية معروفة بالبدعية كيما عندها الجلابة. المسرح الجهوي لسيدي بلعباس صرح ثقافي ومعلم فني. هذا المعلم التاريخي الإنجاز نتاعو الافتتاح نتاعو كان في 1936، يعني الاستعمار الفرنسي كان احتفل بالمئوية نتاعه في الجزائر
وكان يعني هذا احد الاحتفالات بالمئويه هو افتتاح هذا المسرح. ولكن من قبل كان كاين مسرح في 1924 وتعرض للحريق، يعني الحريق في نفس المكان، وعاودوا هذا يعني هذا المعلم هذا الطباطيس اللي ركبتوا فيها يعني في 1936. بعد الاستقلال أنتجت خشبته كماً هائلاً من المسرحيات، ومنذ تأسيسه تخرج منه نخبة من الفنانين والمخرجين. مرحبا بكم. يعني بالتحديد راكم في حديقة العمومية تاع سيدي بلعباس اللي نفتخروا فيها، يعني نلقوا فين نريحوا، فين يلعبوا وليداتنا، فين يعني أي إنسان يبغي يريح من المورال تاعه ولا هكا فين يريح أون فامي، يعني كأوندغوا كالم سيكيريتي فيه ما شاء الله. الحديقة العمومية لسيدي بلعباس فضاء طبيعي غني بتنوع نباتاته وأشجاره. هي الرئة التي تتنفس بها المدينة، وهي المساحة التي توفر الراحة والنزهة والترفيه. ما شاء الله واحد يجي مع الدراري تاعه يقدر يقعد هنا يريح، يريح المورال، حاجه شابه ما شاء الله خير من اللي كانت. الواحد زعما كمدا بيه وكان يجي يشوف الحديقه العموميه هذه راها لاباس بها بزاف، ماهيش كيما كانت بكري. ماذا بهم الناس لي زوتر ولايه يجوا يشوفوا شنو كاين. رانا في النهار نقضوا حوايجنا، رانا اون كونجي ونجوا هنايا مع العشوه نريحوا في المورال تاعنا، ننسوا شويه خدمه، ننسوا وحاجه زعما ندعو جميع المواطنين تاع البلاد تاعنا يجوا يشوفوا الحديقه العموميه تاع مدينه سيدي بلعباس. هي صوره مصغره لحديقه الحامه بالجزائر العاصمه. غير بعيد عن سيدي بلعباس المدينة توجد بحيرة سيدي محمد بن علي التي تعد مقصدا للعائلات الباحثة عن الراحة والاستجمام. كما تعتبر محطة طبيعية للطيور المهاجرة، وعنوانا لاصطياد الأسماك. بحيرة السيد محمد بن علي تابع ولاية سيدي بلعباس وبلدية عين تريد،
بلدي عن تريد. راح بمنطقة مليحة الحقيقة، نقية، الناس راهم يجوا، العائلات يجوا يتمتعوا فيها. احنا رانا نجوا نحوتوا نفوتوا كاع لا جورني تاعنا كيما هاك نتمتعوا فيها. هذه هي، ماذا بينا الناس اللي يعرفوها ويشوفوها يجوا مرحبا بهم. فيها الحوت، فيها الكنار، فيها الدجاج تاع الماء، فيها كلش كاع سوالح. جبال العطوش بها أعلى قمة بولاية سيدي بالعباس، تعتبر مقصد عديد السواح والزوار صيفا وشتاء. الآن نحن متواجدون على مستوى جبل تسالا، هذا الجبل المتعارف لدى سكان ولاية سيدي بالعباس بمنطقة العطوش، يقع ببلدية تسالا. هذا الموقع هو معروف بتنوعه النباتي وغطائه النباتي والبيولوجي، يحافظ على البيئة باعتبار أنه يضم العديد من الأشجار الغابية، خاصة الصنوبر الحلبي، الكاليتوس والشجر البلوط. هذا الموقع يقصده العديد من السياح من داخل ولاية سيدي بالعباس ومن خارجها، مما يجعله موقعا سياحيا بامتياز. ويسجل زائر جبال العطوش لأول مرة اختلافا واضحا بين مناخين، الأول بارد والثاني حار وفي نفس المكان. نحن الآن يعني معروف في ولاية سيدي بالعباس بأنها تطوف على العديد من العيون، وخاصة نحن الآن متواجدون على مستوى عين متواجدة بجبل العطوش، وهي معروفة بعين العطوش. هذه العين يقصدها العديد من سكان الولاية من أجل التزود بالمياه، لأنها تعتبر مياه صحية. وهذا المستشفى شاهد على شفاء المصابين بالأمراض التنفسية أطفالاً ومسنيناً.